أهلا وسهلا بيكم في حلقة معلومة في 3 دقايق. النهاردة هنتكلم عن عالم البحار، وإن شاء الله في جزء ترفيهي إزاي نقدر نربي الأسماك في منازلنا بعد ما نطلع شوية على أسرار عالم البحار. عالم البحار والمحيطات هو عالم مليء بالأسرار والغموض، وهو عالم واسع غني بأشكال الحياة المختلفة التي قد لا يعرف الناس عنها الكثير، خصوصا أن البحار تملك تنوعا حيويا هائلا. لو دخلت عالم البحار يوما لظننت أنك في كوكب آخر بعيد عن الأرض. وفي البحار الآلاف بل الملايين من الكائنات والأحجار المذهلة التي لو رأيناها لبقيت أذهاننا مشدودة إليها طول عمرنا. ففيها الحيتان وأسماك القرش ومحار اللؤلؤ والمرجان الملون والدلافين ونجوم البحر والأخطبوط والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المختلفة بالأشكال والألوان الجميلة. جمال عالم البحار يشبه جمال السماء المرصودة بالنجوم والكواكب، خصوصا أنه عالم متنوع ومليء بالألوان. ومهما حاول الإنسان اكتشاف هذا العالم فلن يستطيع أن يعرف كل ما يتعلق به من معلومات، لذا فإن الواجب الأخلاقي يقتضي الحفاظ على العالم الجميل من أي تلوث أو ضرر من ناحية الإنسان كي يظل عالما حيويا وجميلا. ودلوقتي إيفا هتقول لنا إيه اللي إحنا محتاجينه بالظبط عشان نبدأ خطوتنا الأولى في تربية أسماك الزينة. أول حاجة هنجيب السمك، الحوض، وهنجيب الفلتر، وهنجيب الأكل بتاع السمك، وبعد كده هنجيب أحجار ملونة عشان نحطها ونزين الأوض، وبعد كده هنجيب السمك من عند الراجل بتاع السمك، وما ننساش نغير المية كل أسبوع، ونأكل السمك كل يوم مرة الصبح. لو سمحت يا إيفا، قولي لنا أنواع سمك زينة مشهور ممكن نلاقيه أو نجيبه من محل أسماك الزينة في مصر. في أنواع كتير من أسماك الزينة في البحر، في أنواع كتير كمان، وكمان السمك المشهور في مصر هو مولي وإسكر وسمك الجنة وسمك الزينة. تربية اتفضل يا إيفا. الأسماك الزينة نحتاج تجهيزات كتيرة، إيفا قالتها لنا. في تجهيزات تانية خاصة بإن إحنا ممكن نحط نباتات طبيعية في حوض الزينة، ودي حاجة كويسة للأسماك عند تربيتها. والأسماك قد بتحتاج النباتات دي لوضع البيض، وتبدأ الحوض نفسه يبدأ يظهر فيه أسماك جديدة وكتير. يجب الاهتمام بغدس الأسماك زي ما إيفا هتقول لنا وأكله. يجب الاهتمام أيضا بأمراض أسماك الزينة وكيفية طرق علاجها. بعض أسماك الزينة بيجي لها إصابة بالفطر وكحوظ العينين أو تآكل الديل أو الزعانف. لازم اللي بيربي أسماك الزينة يبقى عنده معلومات كتير عن الأسماك دي، من ضمنها في العلاج في استخدام أو الإصابة بالفطر يمكن استخدام مضاد الفطر سالكس، كما يمكن مس الأجزاء المصابة بمحلول مخفف من اليود والميكروبروم، كما يعالج الحوض نفسه بإضافة 1% من ثاني كرومات البوتاسيوم للمحلول، ويستمر العلاج دلوقتي لمدة اشرح لنا أسبوع. الخطوات بالظبط مع الفيديو وهنقدر نعمل ايه، واشرح لنا المعلومات اللي انت عارفاها عن تربية أسماك الزينة. نجيب السمك من عند الراجل وهنحطه في طبق كبير، وبعد كده هنقوم غاسلين الحوض كويس، وهنحط الأحجار اللي احنا جايبينها عشان تزين الحوض.
وفي سمك بيبيض وفي سمك مش بيبيض. أنواع السمك فيه اسمها سمك الجوبي، وبتولد من أسماك الجوبي. وبعد كده نجيب السمك ونحطه في الحوض ونتفرج عليه وهو بيبقى شكله حلو قوي، ما ننساش نأكله كل يوم مرة الصبح. باي.